thousands. Hamas, they're bloody idiots. Brother, don't you use your brain? What? Hamas, okay. Hamas is a tool to destroy. And they are the reason, akhi. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah said, any people get Muslims into war and they're going to kill more Muslims, then this person is not doing jihad. Tell me about Hamas, akhi. Hamas. Okay, brother, why Hamas are supporting Houthis? And the Houthis sending a rocket towards Mecca. أخي, you know, understanding my question, أخي. ولاة الأمور ما عطلوا الجهاد, ولكن الجهاد له شروط. إذا توفرت يقوم علم الجهاد. أما إذا لم تتوفر فإنه لا يجوز إقامة الجهاد مع ضعف المسلمين, لأن هذا تعريض لهم للخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة وهو يؤذى ويضايق ويهاجم المسلمون, ولم يأمر بجهاد الكفار حتى هاجر إلى المدينة وتكونت الدولة الإسلامية والقوة والاستعداد, فحينئذ أمر بالجهاد. الجهاد لا أحد يمنع الجهاد إذا توفرت شروطه ومقوماته, فينبغي معرفة هذا. نعم. حائية ابن أبي داود للحافظ أبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث المتوفى سنة 316 للهجرة, وعدد أبياتها 34 بيتا ذكر فيها بعض أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى, ولا تك بدعيا لعلك تفلح, ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح, وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. ولا تقل القرآن خلق قرأته, فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد, فقل مثل ما قد قال في ذاك تفلح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم, ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان لرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم, على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم, ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم, وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا, ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس أقول بأن الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها, وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني, أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس, شهيد القدس, شهيد القدس.
الدين يمزحوه. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي. ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين مستلزمات طبية للمرضى والمصابين في غزة. ما الذي غر أهل البدعة؟ فهم خطأ لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذروة هذا الأمر وسنامه الجهاد في سبيل الله. قالوا خلاص، الجهاد هو أعلى شيء في الإسلام، إذن هو ركن، إذن هو فريضة غائبة. وهذا الفهم خطأ، فإن معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذروة الإسلام وسنامه الجهاد، أي أن الذين ليسوا في الإسلام أول ما يبلغهم ويسمعونه عن الإسلام هو الجهاد، كالجمل لما يكون بعيدا أول ما يظهر منه ويراه الرائي سنامه. هذا معنى الحديث، فإن الكفار أول ما يسمع عن الإسلام يسمعوا بإيش؟ بالجهاد. فهو في ظهوره من أمور الإسلام وشرائعه لمن هو بعيد عنه كسنام الجمل حينما تراه من بعد، أول ما يبدو لك منه السنام، فكذا أمر الجهاد. هذا معنى الحديث. هم أهل البدع فهموا أنه معناه أن الجهاد فريضة في كل حال، وهو ركن سادس من أركان الإسلام، وبالتالي الأمة كلها آثم. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: كم يقتل من المسلمين بسبب مغامرة جاهل أغضب الكفار وهم أقوى منه، فانقضوا على المسلمين تقتيلا وتشريدا وخرابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويسمي هذا المغامر المغامرة بالجهاد، وهذا ليس هو الجهاد، لأنه لم تتوفر شروطه ولم تتحقق أركانه، فهو ليس جهادا، وإنما هو عدوان لا يأمر الله عز وجل به. واجب من عجز ما قاله ابن تيمية رحمه الله: ومن كان عاجزا عن إقامة الدين بالسلطان والجهاد ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه والدعاء للأمة ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير لم يكلف ما يعجز عنه. إذا كان إخواننا يقتلون في كل مكان، نقتل أولادنا وبيوتنا والمسلمين، هذا يعني يصبح هذا انتقام؟ يفرحون اللي يقتلون إخواننا في تلك البلاد، يفرحون بهذه التفجيرات وهذه في بلادنا، فهل هذا جهاد؟ وهل هذا نكاية بأعدائنا؟ هذا نكاية بنا نحن، هذا نكاية بالمسلمين.